يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مهمة جدا كالعادة، عندنا أخبار متنوعة في مختلف الأصعدة، سواء الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وبالتحديد كل ما يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر الأخبار والتفاصيل اللي بتخص النادي بشكل عام هتكون معانا على فقرات حلقة الترند المختلفة. لكن دايما مهم جدا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، وسؤال الحلقة بالنسبة لنا النهاردة تفاعلكم معانا هيكون مهم جدا، لأن احنا بنتكلم في إيه اللي بيحتاجه النادي الأهلي عشان يتوج بدوري أبطال أفريقيا الموسم الثاني على التوالي للمرة العاشرة في تاريخه بإذن الله تعالى، خصوصا بعد تأهل النادي الأهلي بشكل رسمي للدور ربع النهائي والمنافسة محتدمة جدا على هذه البطولة الأغلى في أفريقيا. هناخد تفاعل حضراتكم من خلال تواصلكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وبالتحديد في الفقرة الأخيرة من حلقة الترند كما هو المعتاد. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا للنصر. في ترند المحلي، اتحاد الكرة يتمسك بالبنا حكما للقمة. أما في الترند العالمي وللأسف الشديد، إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي، ألف مليون سلام عليك. طيب النهارده في بعض المباريات المهمه في مختلف الدوريات ومختلف البطولات ايضا. خلينا نبتدي بالدوري المصري، والنهارده في ماتشين مهمين جدا، بالتحديد الساعه 5 في هذه اللحظات بتنطلق مباراه سيراميكا كليوباترا مع الانتاج الحربي، والمباراه ابتدت لسه طبعا التعادل سلبي بدون اهداف. كمان مباراه مهمه للفرقتين سواء المصري او الجونه، دي هتكون الساعه 7 بخصوص ايضا بطوله الدوري المصري الممتاز. اما بخصوص الدوري الانجليزي ففي عدد من المباريات، وبالتحديد اربع مباريات. البدايه كانت الساعه 1 الظهر في بمباراه بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد، وانتهت بفوز نيوكاسل نتيجه 2-1. وستام تفوق على ليستر سيتي في مباراه انطلقت الساعه 3:05 بنتيجه 3-2، المباراه انتهت خلاص بالشكل الرسمي الساعة 5:30 بعد أقل من 30 دقيقة من دلوقتي. قمة الجولة ما بين توتنهام ومانشستر يونايتد، والساعة 8 بالليل شيفيلد يونايتد مع أرسنال. أما بخصوص الدوري الأسباني ففيا ريال لعب الساعة 2 مع أوساسونا، المباراة انتهت بفوز أوساسونا 2-1. فالنسيا مع ريال سوسيداد، طيب 2-0 لريال سوسيداد على فالنسيا. المباراة في الشوط الثاني لسه هيتلعب، المباراة ابتدت الساعة 4:15. بلد الوليد مع غرناطة الساعة 6:30، والساعة 9 بالليل ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، مباراة مهمة جدا لأتلتيكو مدريد في إطار المنافسة على بطولة الدوري الأسباني، وتحديد كمان بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالأمس بنتيجة 2-1. المنافسة قوية جدا في البطولة دي. أما بخصوص الدوري الإيطالي، وأخيرا إنتر ميلان فاز على كالياري بنتيجة 1-0، المباراة ابتدت الساعة 12:30 وانتهت بالطبع. يوفنتوس مع جنوا 3-1 ليوفنتوس، مباراة أيضا انتهت بعد ما ابتدت الساعة 3 على العصر، وفي نفس التوقيت كان في مباراتين كمان، هيلاس فيرونا ولاتسيو، لاتسيو فاز 1-0. سامبادوريا ونابولي، نابولي فاز 2-0. الساعة 6 روما مع بلونيا، والساعة 9:15 فيورنتينا مع أتلانتا. دي مباريات الدوري الإيطالي ومختلف الدوريات العالمية الكبرى، لكن تفاصيل كتير جدا جدا مهمة هنتكلم فيها بعد الفاصل. استنوا. طيب عندي عدد من الملفات المهمه جدا اللي حابب اتكلم فيها مع حضراتكم، بالتحديد نبتدي بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي بيستعد خلال الفتره دي والايام الحاليه لتحديات غايه في الاهميه ولمرحله غايه في الصعوبه. احنا عارفين ان الاهلي استأنف تدريباته بالامس بشكل مباشر بعد انتهاء مباراه سيمبا وتحقيق الاهداف منها بالفوز بالثلاث نقاط والوصول للنقطه رقم 11، لكن طبعا الجهاز الفني قرر ان النهارده كمان يكون راحه بالنسبه للاعبين، ده في اطار البرنامج اللي تم وضعه للاستعداد للمرحله المقبله. بكره باذن الله الفريق هيستأنف تدريباته بشكل طبيعي عشان يستعد لايه بقى؟ لمباراه النصر باذن الله تعالى يوم الاربع اللي جاي في بطوله كاس مصر، ان شاء الله الفريق يكون موفق. مباراه صعبه جدا طبعا
لان مباريات كاس مصر دايما ممكن تشهد مفاجآت. ان شاء الله ما نتمناش ان ده يحصل خالص، وان شاء الله باذن الله الاهلي يتخطى الدور ده ويكمل في البطوله، بطوله بيدافع فيها النادي الاهلي عن لقبه. كمان عندنا مباراه غايه في الاهميه في اطار المنافسه على بطوله اخرى، هي بطوله الدوري مع الغريم التقليدي والفريق الكبير نادي الزمالك. مباراه دايما بتبقى قويه، فبالتالي المنافسه فيها بتبقى صعبه جدا، خصوصا ان فرقتين السنه دي في بطوله الدوري من المرات او من النوادر في الحقيقه ان يكون في منافسه قويه او تكون في مباراه قمه في اطار تنافسي بخصوص عدد النقاط وبخصوص البطوله. كان قبل كده فترات كتيرة الأهلي كان بيبقى حاسم كل الأمور، لكن المرة دي الزمالك في الحقيقة في الصورة وبينافس على بطولة الدوري، فمن هنا جاية صعوبة هذه المباراة. بالتالي النادي الأهلي حاطط برنامج مهم جدا للاستعداد للمباراتين دول. بخلاف دول كمان عندنا مباريات كتيرة على مدار شهر 4 بالكامل، لكن بالتحديد بقى اللي يهم كل جماهير النادي الأهلي أمر الإصابات، والكل بيسأل مين يلحق مباراة الزمالك، مين ما يلحقش، مين هيكون جاهز، مين مش هيكون جاهز. فخليني كده ابتدي مع حضراتكم بلعيب لعيب واقول لكم الموقف شبه النهائي، الموقف شبه النهائي بخصوص لحاق بعض اللاعبين بمباراه الزمالك. للاسف الاهلي عنده عدد كبير من الغيابات بشكل عام، ومش عشان بس ماتش الزمالك، لا عشان المرحله نفسها صعبه، المرحله نفسها صعبه، مرحله حسم في بعض البطولات يعني. فخليني ابتدي بعلي معلول. علي معلول خارج مباراه القمه بشكل رسمي. علي معلول خارج مباراة الزمالك. نفس الحال بالنسبة لمحمود وحيد لاعب النادي الأهلي اللي قدامه تقريبا أسبوعين أو أقل بعدد أيام قليلة شوية، ممكن 10 أيام أسبوعين يلحق أو يخش التدريبات الجماعية مع الفريق يعني. لكن بالتالي علي معلول ومحمود وحيد خارج مباراة القمة. حمدي فتحي احنا عارفين طبعا غايب بسبب الإصابة، أدي ثلاثة من اللعيبة اللي كانوا في الصورة بشكل كبير جدا بره المباراة دي. طيب مين تاني؟ جونيور أجاي. جونيور أجاي عنده ايه؟ عنده شد في العضلة الضم، او قول تقل في العضلة الضم. موقفه ايه من ماتش الزمالك؟ حتى هذه اللحظة وانا بتكلم مع حضراتكم أجاي بره الماتش، أجاي غير متاح بالنسبة للجهاز الفني في مباراة الزمالك حتى هذه اللحظة. النسب كبيرة جدا ان أجاي ما يلحقش مباراة الزمالك للأسف، ولانه هو لاعب كمان مهمة قوي قوي وكان بيتألق خلال الفترة اللي فاتت بشكل ملفت في الحقيقة. الغياب كمان اللي هيكون مؤثر قوي بالنسبة للنادي الأهلي، وده تأكد بنسبة 100% 100%، محمد هاني مش هيكون موجود في مباراة القمة. أدي أربع أو خمس لعيبة بيغيبوا. محمد هاني عنده إصابة أو شد في العضلة الضمة كان تعرض ليه في المران الأخير قبل مباراة سيمبا، فبالتالي خلاص محمد هاني محتاج على اقل تقدير اسبوعين. الماتش خلاص كمان ايه، كمان اسبوع، ده لحد الجايز النهارده، فبالتالي صعب جدا محمد هاني يلحق هذه المباراه. طيب فيما يتعلق بفرص ياسر ابراهيم في اللحاق بمباراه الزمالك، ياسر ابراهيم عنده تقل في العضله الضامه، فبالتالي موقفه ايه هيتحدد خلال يعني التمرين اللي جاي او اللي بعده على اقصى تقدير، يعني يا بكره يا بعده يتحدد موقف ياسر ابراهيم من اللحاق بمباراه القمه. نسب لحاقه في الحقيقه اعلى من نسب عدم لحاقه، يعني ممكن نقول ايه 60-70% ممكن يلحق، لكن مش مضمون، يعني الوضع مش مضمون. واللي يطمني في الموضوع ده ظهور رامي ربيعه بشكل ممتاز في المباراه الاخيره امام سيمبا، فانت تطمن عندك بدر ربنا يحميه من الاصابات، وعندك رامي ربيعه يكون موجود، وايمن اشرف كمان ربنا يحميه من الاصابات يكون موجود في مركز الظهير الايسر. ناحيه اليمين كده هيكون بيكهام بما انه ايضا ادى مباراه جيده في مباراه سيمبا. فانا بقول لحضراتكم كل الجديد وكل اللي بيتعلق بملف الاصابات، لان ده بيشغل بال جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا، والكل بيستعد خلاص لمباراه القمه الهامه جدا يوم الاحد، بس احنا عندنا طبعا مباراه اهم قبليها وهي مباراه النصر. اخر واحد عايز اتكلم عنه هو والتر بواليا. والتر بواليا جاهز لمباراه النصر ولمباراه الزمالك باذن الله بنسبه 100%، وكان عنده بعض الالام في المعده كده خليته يعني يغيب عن مباراه سيمبا، لكن هو خلاص اصبح جاهز للمباراتين المقبلتين. ده فيما يتعلق بملف الاصابات في النادي الاهلي، نتمنى كل التوفيق. بالمناسبه احنا مش معنى ان احنا نتكلم على الغيابات المؤثره في صفوف النادي الاهلي يبقى احنا كده نقلق وان الاهلي كده فرصه ضعيفه في الفوز، لا لا اطلاق اطلاق. احنا عندنا قائمه من اللاعبين المميزين جدا، مفيش حد يقل عن التاني خالص خالص.
اي حد هيكون موجود في الملعب، اي حد هيلبس التيشيرت الاحمر هيكون جاهز ان هو يلعب مباراه كبيره في اي مباراه، بغض النظر بقى انت هتلاعب فلان ولا علان ولا كلام من ده. اي لعيب موجود في قائمه النادي الاهلي يقدر ان هو يفرح جمهور النادي الاهلي ويقدر ان هو يحقق المطلوب. المستويات كلها قريبه من بعض في قائمه النادي الاهلي، وده اللي اشتغل عليه المسؤولين عن الكره في النادي على مدار فترات فاتت كتير جدا، ونجحوا في ان هم يوصلوا لتوليفه مميزه والقائمه مميزه تقدر ان هي تؤدي بالشكل المطلوب، وده كان تحسبا للغيابات اللي احنا فعلا بنعاني منها خلال الفتره الحاليه. فكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي خلال الايام المقبله والشهر الحالي الصعب جدا. طيب عندي ملف اخر كمان غايه في الاهميه، وهو فيما يتعلق بدور الاهلي المجتمعي. والنادي الاهلي النهارده كان عنده مؤتمر صحفي مهم جدا عقد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتم خلاله اعلان تفاصيل الخاصه بالمشروع التعليمي المشترك بين النادي وبين الجامعه الامريكيه. انا بيعجبني قوي في النادي الاهلي بصراحه، يعني الناس دي بتفكر بره الصندوق، بتروح لحتت ما احنا ما يعني ما فكرناش فيها او ما خطرتش على بال حد. دايما مش بقى انا كمسؤول في النادي الاهلي او كعضو مجلس اداره يبقى تفكيري كله ان انا ازاي اخلي فرقه الكوره هي اللي تنجحني وهي اللي تخليني توب وتخليني احسن واحد في، لا الناس ما فكروش في كده. طبعا الجانب الرياضي مهم جدا، فرقه كره القدم مهمه جدا 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 وبتحقق المطلوب في الحقيقه لحد دلوقتي، لكن ايضا الدور النادي الاهلي المجتمعي ودور النادي الاهلي في او مع اعضائه واعضاء الجمعيه العموميه موجود وبقوه وبيشتغل عليه كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بشكل مميز جدا. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي من المؤتمر الصحفي اللي تم الاعلان فيه عن المشروع التعليمي المشترك زي ما قلت لحضراتكم بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، واللي بياتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس اداره الاهلي باهميه التعليم ودوره المؤثر في مواكبه كل التطورات العالميه وتقديم خدمات متميزه لابناء واعضاء وجماهير النادي الاهلي وموظفيه بكل تاكيد. في حاجه بقى ايه جديده كده، شهاده الاهلي الرياضيه. والله يعني حاجه فعلا ممتازه وتفكير اكثر من رائع. قال لك ايه بقى؟ محتوى البرنامج التعليمي في شهاده الاهلي الرياضيه وفقا للبروتوكول الموقع مع الجامعه الامريكيه تتعدد مواده لتشمل التسويق والرعايه والرياضه واللوائح وتنظيم الاحداث الرياضيه وعلم النفس والاخلاق الرياضيه، وستكون مده الدراسه فيه 30 ساعه مقسمه ازاي؟ بمعدل 3 ساعات مرتين في الاسبوع على مدار كام اسبوع؟ على مدار 6 اسابيع في اطار الالتزام بنظام التعليم عن بعد، وستكون هذه او ستكون هناك زيارات ومعايشات للدارسين في النادي الاهلي وداخل ادارته كمان. طيب ينطلق برنامج الدراسة في مشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي خلال شهر سبتمبر المقبل، شهر 9 اللي جاي يبتدي برنامج الدراسة وفقا للموعد المحدد ليه، على أن يتم فتح باب التقدم عبر الموقع الخاص بالجامعة الأمريكية في منتصف يونيو المقبل، ويحصل الدارسون بمشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على شهادات معتمدة من الجامعات أو من الجامعة الأمريكية، تبدأ ببرنامج قصيرة أو برامج قصيرة إلى دبلومة إلى ماجستير. ده التسلسل ودي أمور غاية في الأهمية وفي مكاسب كتير جدا النادي الأهلي من الموضوع ده. خلينا نروح نشوف التقرير ده الأول ونرجع مرة تانية، يلا بينا. يشرفني ويسعدني أن يكون معكم النهاردة في هذا اليوم الخاص خالص بالنسبة لنا. بعدين لو سمحتوا لي باللغة الإنجليزية. إنها فرصة سانحة طبعا لكافة الراغبين في تطوير أنفسهم في مجال الرياضة ليتعلموا كيف تكون الرياضة في سياق تربوي خاص ومتميز. وبالنسبة للجامعة الأمريكية وبالنسبة لكافة كلياتها المعتمدة حول العالم، أني أعلم جيدا أنها فرصة فعلا ليس لها مثيل، لأن نتعاون مع نادي القرن لنعمل يدا في
في سياق من التعاون بين الأهلي، وهو بالفعل نادي رياضي رائد في مجال الرياضة في كافة أنواعها، وطبعا الجامعة الأمريكية التي تضم 4000 جامعة أمريكية حول العالم، ولكن ليس لها سوى جامعة واحدة فريدة وفعلا رائدة في مجال التعليم الحديث في مصر. إنني بالفعل فخور لأن أكون اليوم ضمن هذا المشروع الرائع يدا بيد مع كابتن محمود الخطيب في تعاون وثيق وطيد ورائع. شكرا لكم لتعطيك تلك الفرصة. واحنا بنفكر ان احنا نقدم يعني نتقدم لخدمة النادي الاهلي. فكرنا كمجموعة مجلس ادارة، فكرنا كلنا مع بعض، قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام والزام امام الجميع ان احنا ازاي نخدم النادي الاهلي ونخدم المجتمع، ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي، لا، دور تنموي ودور مجتمعي. عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا، لان التعاون في التعليم كان ضمن اهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الاهلي. والنهاردة هنحقق هذا الامر الحمد لله. وبرضو كنا بنكلف كل زملاء اعضاء مجلس ادارة، كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه. كنا كلفنا من البدايه المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الامر الى ان يتم النهارده هذا الموضوع. النهارده النادي الاهلي كيان كبير جدا، الجامعه الامريكيه كيان تعليمي كبير جدا. التعاون بينهم اكيد ان شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الأهلي النهاردة بصفته الرياضية، احنا بنتفق دلوقتي او بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون. النادي الأهلي فيه شهادة الأهلي التعليمية، الشهادة اللي هي شهادة في الإدارة، في الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا. ازاي بتدير مؤسسة كبيرة، ازاي يكون عندك نوع من انواع الفكر التسويقي، الفكر التمويلي. ادارة المنشآت الرياضية محتاجة يعني محتاجة خبرات كبيرة، محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد، النادي الاهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الأمريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا. إزاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع أن هو، أو طبعا أشخاص كتير إن شاء الله يستطيع أن هم يعني يفيدوا بتطور عالمي، يفيدوا في كيفية إدارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده أمر أعتقد أن هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية. أمر أعتقد أنه هو يعني يفخر به النادي الأهلي وأعضائه، إن كل واحد فيهم النهاردة بيحس فعلا أن احنا متجهين اتجاه آخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات، لكن بنسعى كمان جدا لأن احنا نشارك في تطوير الإنسان. أهم حاجة عندنا الإنسان أو المواطن، ده مهم جدا جدا. احنا لا، كل مؤسسة رياضية أو غير رياضية تستطيع أن تقدم شيء للمواطن المصري يريد تقدمه، لأن احنا في النهاية ده كله ده هيجتمع في النهاية لتطور بلدنا بإذن الله، وده الأمر اللي احنا بننهجه جميعا أو نتمناه جميعا بإذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كان في مباراه مهمه جدا في دوري الجمهوريه للشباب ما بين الاهلي والزمالك، والمباراه دي كانت حاسمه في اللقب.
وفي الإعلان عن الفائز ببطولة دوري الجمهورية. خليني أقول لحضراتكم الأول نظام البطولة. دي لقطات من المباراة ودي أهداف النادي الأهلي. الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 2-1. المباراة كانت بتتلعب في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. ده الهدف الأول للنادي الأهلي، تمام؟ وفي هدف تاني للأهلي، هو ده، تمام؟ والأهلي أثبت جدارة واستحقاق في الفوز بهذه المباراة. لكن الدوري ده كان نظامه إيه؟ هو عبارة عن ثلاث مجموعات. الثلاث مجموعات طلع منهم عدد من الفرق اللي هم الأهلي، الإسماعيلي، الزمالك، الإنتاج الحربي، سموحة، المقاولين، بيراميدز، سيراميكا، وإنبي. تسع فرق اتعمل ما بينهم دوري من دور واحد. تصدر الدوري ده بعد مباراة النهاردة النادي الأهلي بالتساوي مع نادي الزمالك في عدد النقاط برصيد كام نقطة؟ برصيد 15 نقطة. حلو؟ حلو. طيب فين هنا المشكلة؟ المشكلة إن الأهلي طبيعي جدا إن هو فاز باللقب، خلاص الأهلي بطل الدوري الجمهورية. ليه بقول كده؟ لأن في البعض يقول لك لا أصل الزمالك هو بطل الدوري الجمهورية. هنا خناقة، يعني الناس بتتكلم في إن مين الأحق بالفوز بالبطولة. هتيجي تقول لي فين اللائحه؟ هقول لك مفيش لائحه يا عم. ازاي؟ والله مفيش لائحه. اللائحه بالظبط محطوط فيها ايه؟ محطوط ان اللي هيكسب البطوله دي اللي يكون عنده عدد نقاط اكتر بس، وستوب على كده هنا بس. ما قالكش بقى اصل طب لو في عدد اهداف عند مين اكتر هو اللي يكسب، طب بالمواجهات المباشره، وده الطبيعي، ده الاطار الطبيعي والعرف الطبيعي المتعارف عليه في كل دوريات الدنيا، تمام؟ فبالتالي احنا عملنا ايه قبل الحلقه مباشره؟ تواصلنا مع احد المصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم وسألناه الموقف ايه بالظبط عشان اللغط اللي موجود ده. قال لك الاهلي بطلا لدوري الجمهورية على اساس المواجهات المباشرة. ده مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومش طالع اقول كلام وخلاص. الكلام ده موثق عندنا، يعني الكلام ده موثق عندنا بالظبط كده. الدوري ده يتحسم بالمواجهات المباشرة، وده العرف اللي احنا متعودين عليه. وانا بقول عرف ليه؟ لان مفيش لائحه بتقول مين اللي يكسب. هيعمل ايه بقى اتحاد الكوره؟ قراراته هتبقى ايه؟ هنشوف. لكن انا عندي حاجه تانية بالنسبه لي اهم بكتير، اهم بكتير من ان الاهلي يفوز او الزمالك يفوز او كلام من ده. انا الاهم بالنسبه لي اهداف النادي الاهلي ايه؟ اهداف النادي الاهلي ايه من قطاع الناشئين؟ انت عملت ايه مع بدايه الموسم؟ ركز معايا. انت طلعت 10 لاعبين من قطاع الناشئين من الفرقه دي اللي فازت بالدوري، اللي فازت على الزمالك النهارده، ودي معادله صعبه جدا انك تطلع عدد كبير من اللاعبين المعارين عشان يكتسبوا خبرات في احتكاك اقوى في الدوري المصري الممتاز، فبالتالي يعود بالافاده على الفريق الاول لكره القدم، وانك تكسب بطوله زي دي وتكسب نادي الزمالك في مباراه فاصله ومباراه تحسم بطوله الدوري بالمواجهات المباشره. لان الدور ده والمرحله دي من البطوله من خلال دور واحد، مفيش ذهاب واياب، تمام؟ فالاهلي مطلع مين من 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 الفرقه اللي كسبت دي؟ الاهلي مطلع عربي بدر، محمد شكري، شادي رضوان. بص الاسماء على فكره لعيبه كبيره جدا وكلنا عارفينها. عمار حمدي ادي 4، محمد عبد المنعم 5، محمد فخري، تمام؟ احمد عبد القادر اللي بيتالق مع سموحه ادي 7، صالح نصر، زياد طارق، وفارس طارق. 10 لعيبه، 10 لعيبه باسماء كبيره في اعمارهم السنيه بتاثيرهم المعروف بره الفرقه دي، بيحققوا الاهداف او بيشتغلوا على الاهداف المطلوبه منهم ان هم يكتسبوا خبرات، وده اللي ركز عليه النادي الاهلي، وده اللي دايما بيسعى عليه النادي الاهلي من خلال قطاع الناشئين. لما يكون في فرص للبعض ان هو يطلع اعاره اطلعه اعاره عشان يرجع عليا انا بالنفع بعد ما ياخد خبرات في الدوري، اشوف مين اللي هقدر استفاد منه. فدي معادله صعبه جدا قدر النادي الاهلي ان هو ينجح فيها، وده الاهم بالنسبه لي ايا كان الاتحاد المصري هيقول ايه. لان هناك في الزمالك بيقول لك اصل احنا المفروض نكسب بفارق الاهداف. لا، احنا اللي نعرفه واللي كل الناس عارفاه انه المفروض بالمواجهات المباشره. المواجهات المباشره هي اللي بتحسم الفائز باللقب في حاله ايه؟ في حاله تساوي عدد النقاط. لكن الغريب بصراحه، يعني الغريب بصراحه، ومش الحاجة الوحيدة الغريبة، احنا بنشوف حاجات غريبة جدا كتير في الكرة المصرية، ان البطولة من غير لائحة معلنة او لائحة معروفة. وده ازاي يا جماعة؟ يعني ده ازاي؟ حاجة برضو من ضمن الحاجات الغريبة. لكن في العموم هنسيب الموضوع لاتحاد الكرة، نشوف اتحاد الكرة هيعمل ايه. لكن طبقا لمصدر مسؤول في اتحاد الكرة تواصلنا معاه
من خلال حديث موثق معانا من غير ما نقول اسماء دلوقتي، من غير ما نقول اسماء دلوقتي، اعلن لينا بشكل رسمي ان الاهلي هو بطل دوري الجمهوريه بالمواجهات المباشره بعد تساويه في عدد النقاط مع نادي الزمالك برصيد 15 نقطه. دي القصه ودي الحتوده بتاعه مباراه الاهلي والزمالك في دوري الجمهوريه. طيب خلينا كمان نروح لجزئيه اخرى وهي خاصه بترند الاهلي والاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي بشكل عام في السوشيال ميديا، وبالتحديد من خلال او نبتدي بحساب سبورت 360 على تويتر، واللي بيقول ايه؟ بيقول الاهلي في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا يسيطر على كل شيء، اقوى هجوم، اكثر فريق ليه فرص للتسجيل، اكثر فريق اصطدمت كراته بالعارضه، اكثر فريق له تسديدات، اكثر فريق له تسديدات على المرمى، اكثر فريق له عرضيات، احصائيات وارقام كلها مميزه بالمناسبه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا مش اقوى خط دفاع بس يعني في ارقام كتيره جدا في صالح النادي الاهلي وده امر جيد. يلا كوره حسام على فيسبوك بيقول لك ايه؟ مباراه النصر قد تشهد عوده كهربا لقائمه الاهلي بنسبه كبيره، بنسبه كبيره، وطبقا برضه هننتظر الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني ومدى جاهزيه كهربا للانضمام للقائمه، لكن النسبه الاكبر ان هو هيكون متواجد في مباراه النصر، يشارك بقى ما يشاركش ده قرار المدير الفني، احنا مالناش دعوه بالجزئيه دي، لكن مهم جدا ان كهربا يكون جاهز في المرحله اللي جايه بما انه لاعب في قائمه النادي الاهلي ولاعب مهم ومؤثر بكل تاكيد، اكيد هنحتاجه خلال الفتره اللي جايه. الاهرام كمان وحسابه على تويتر بيتكلموا في نفس الجزئيه وبيقولوا ان الزمالك والاصابات يجبران موسيماني على الاستعانه بكهربا، لا مفيش اجبار خالص خالص خالص. ليه؟ لان الاهلي بيمشي بسياسه معينه وبنظام وسيستم معين. انا كان عندي لعيب غلط، غلط، اتعاقب، اتعاقب، العقوبه خلصت ولا لا؟ خلصت. اذا هو اللاعب متاح للجهاز الفني، فبالتالي مفيش اجبار ولا حاجه، انت كده كده كنت هتجهز كهربا سواء في اصابات او مفيش اصابات، فكهربا اكيد بيتم تجهيزه للمرحله الجايه الهامه جدا. نروح للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر وبيقولوا ان موسيماني يجهز ناصر ماهر للمشاركه في مباراه النصر، ايضا من ضمن الوجوه اللي ممكن نشوفها في مباراه النصر هيكون ناصر ماهر، ولاعب ايضا اكيد هيكون اضافه لصفوف النادي الاهلي في المرحله الحاليه. خلينا كمان نروح لحساب الوطن الرياضي وحسابه على فيسبوك وبيقول لك غياب 5 لاعبين عن لقاء القمه، وبيتكلموا في عدد من اللاعبين اللي بيغيبوا سواء علي معلول، محمود وحيد، حمدي فتحي، جونيور اجايي، وكمان محمد هاني، لسه ياسر ابراهيم. انا اتكلمت مع حضراتكم في الجزئيه دي في بدايه الحلقه وقلت لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بمين هيلحق مين مش هيلحق مباراه الزمالك. خلينا كمان نروح لحساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر واللي بيقول لك في طلب عاجل من موسيماني لطبيب الاهلي بشان علي معلول. يا جماعه علي معلول لاعب مصاب، لاعب مصاب في صفوف النادي الاهلي بيتم معالجته زيه زي بقيه اللاعبين. متابعه موسيماني مش لعلي معلول بس، متابعه موسيماني لكل اللعيبه المصابين، هو في اشد الحاجه لاي لاعب مش علي معلول بس. طبعا علي معلول اهميه كبيره جدا بالنسبه لصفوف الاهلي، لكن الفريق ككل والمدير الفني في حاجه لكل لاعب مصاب وفي حاجه لجهود كل لاعب يكون موجود معاه في القائمه، عشان احنا شايفين ضغط المباريات وشايفين البطولات الكبيره اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، فبالتالي المهم ان هو يكون بيتابع كل التطورات اللي بتتعلق باصابات اللاعبين مش لاعب واحد. طيب خلينا كمان نروح لفي الجول ومصدر باتحاد الكره اللي في الجول قال لك لم نخاطب اي اتحاد اوروبي لاستخدام حكام اجانب لاداره مباراه القمه، هناك استقرار على محمود البنا لاداره المباراه. يعني هم اتحاد الكره مصمم خلاص، نتمنى كل التوفيق للحكم اللي هيكون موجود في المباراه دي. قال لك ايه؟ لن يتم استبعاد البنا من اداره المباراه الا في حاله حدوث ظرف طارئ او ظهور مسحه ايجابيه لكورونا بعد الشر عن اي حد، ونتمنى ان المباراه تخرج بالشكل اللي يليق باسم الفريقين الكبار. ده كان ترند الاهلي، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. طيب خلينا نتكلم في الجانب العالمي شويه وبالتحديد عن مباراه الامس اللي اكيد يعني شهدت عدد كبير جدا من المتابعين كما هو المعتاد، مباراه الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. عشان كده معايا في هذه اللحظات عبر سكايب من لبنان دينا جاركس الصحفيه الرياضيه المميزه علشان نتكلم معاها في مباراه الامس تحديدا. يا دينا مساء الخير. مساء الخير استاذ امير، اخبارك ايه؟ منورانا.
الحمد لله نورك هذا. في البداية تقييمك لمباراة الأمس ما بين ريال مدريد وبرشلونة عقب تفوق ريال مدريد بنتيجة 2-1 وشكل المنافسة المحتدمة دلوقتي على بطولة الدوري الأسباني من خلال الثلاثي ثلاثي المقدمة أتلتيكو ريال مدريد وبرشلونة. شوف أستاذ تامر، نحن كمان ما فينا نستعمل تعبير تفوق، ربما حصل فوز بنتيجة 2-1، لأن مسألة التفوق خلقت أجواء سلبية بالأمس بين جمهور الفريقين، لأن المباراة شهدت وجهين، يعني وجه بالشوط الأول رأينا فيه تفوق لريال مدريد، ولكن بالشوط الثاني كان في وجه مغاير أيضا لبرشلونة. كان برشلونة مستفيق بالشوط الثاني، عرف يستوعب ما قام به زيدان بالشوط الأول ولكن كان متأخر. أظهر لنا زيدان بالكلاسيكو أنه يدرك جيدا كيفية التعامل مع المباريات الكبرى. ممكن أن نخوض بنقاش مطول جدا حول هذه المباراة، ولكن مجرد ما أن يفوز أتلتيكو مدريد ويستمر بانتصاراته فكل نقاشاتنا ستذهب في عرض الحائط. صحيح أن المنافسة محتدمة، وصحيح أن برشلونة كان يملك مصيره بيده وما زال يملك مصيره بيده، لأن انتصارات باقي المنافسين غير مضمونة. برشلونة كان الطرف الوحيد اللي في حال فاز بجميع مبارياته هو البطل، ولذلك خسر هذا الأدفانتج، فأصبح الجميع سواسية اليوم. طيب ده أمر مهم جدا، لكن بالتحديد تباين الأداء ما بين الشوط الأول والثاني لبرشلونة من وجهة نظرك إيه أسبابه؟ الشوط الأول عرف زيدان جيدا أنه يلعب على نقاط قوته وليس على نقاط ضعف برشلونة، على عكس كومان. يعني خط وسط برشلونة خط بطيء جدا، بطيء بالتحولات وعنده نقطة ضعف كبيرة بافتكاك الكرة واسترجاع الكرة، بينما خط وسط ريال مدريد، يعني خلينا نقول معركة الوسط كسبها ريال مدريد، وكان الدفاع دفاع الريال دفاع بلوك واحد، يعني لم يكن مهمة الدفاع منوطة فقط بالخط الخلفي مع خط الوسط المساند، بل كنا نرى بلوك واحد ريال مدريد يدافع ويستخلص الكرة في منتصف برشلونة ويرتكن إلى المرتدات. مجرد ما ارتكنت إلى المرتدات مع برشلونة، برشلونة بطيء خصوصا مع الارتداد على الأطراف، ليس هناك ارتداد على الأطراف كما يجب مع داست وألبا، هم بطيئين وليسوا ملتزمين بالشق الدفاعي في برشلونة، فهذه نقطة ضعف كبيرة جدا عرف زيدان كيفية استغلالها. ولكن كومان دخل على عكس هذه المجريات، دخل اول 10 دقائق كان ضاغط، كان هو الافضل، كانت له فرصه محققه لولا تيبو كورتوا، ولكن وقع في فخ كان يقع به طوال الموسم، وهو النجاعه التهديفيه، يعني كان وصل الى المرمى اول 10 دقائق ولكن بدون تهديف، وهذه هي الازمه الحقيقيه لبرشلونه التي اختفت في اخر 3-4 مباريات وتجددت في المباراة الأهم. بالضبط. الشوط الثاني دخل برشلونة مغاير، أطرافه بدأت أسرع، تغيير جريزمان أعطى بعض الحيوية الهجومية، ترينكاو أيضا، دخل كومان بجميع أوراقه الهجومية، الأمر الذي أسفر عن هدف. ولكن بالمقلب الآخر عندنا مدرب استطاع أن يبدل مفاتيح لعبه جميعا، نحكي عن بنزيما، نتكلم عن فينيسيوس، أراح مفاتيح لعبه مع الدقيقة 60-70 من أجل مباراة الأنفيلد في ليفربول. الأمر الذي يعطينا انطباع عن فارق العقليات بالمدربين وفارق كيفية النظر إلى هذه المباراة. طيب بشكل سريع عايز أسألك سؤال بيتعلق ببرشلونة وميسي، هل دي كانت آخر مباراة كلاسيكو لميسي؟ وهل في حالة رحيل ميسي هل تتوقعي أن ممكن محمد صلاح يكون اللاعب اللي يكون مكان ميسي في برشلونة، أم ممكن يكون ريال مدريد أيضا في ضمن خططه التعاقد مع محمد صلاح من خلال متابعتك ومصادرك؟ صعب أن نتنبأ فيما إذا كان ميسي لعب الكلاسيكو الأخير، يعني هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه سوى ميسي، ولكن الأجواء مؤخرا في برشلونة كانت أكثر استقرارا وتميل إلى بقائه من رحيله. فيما خص محمد صلاح،
أتمناه في أي نادي كبير، إن كان ريال مدريد وإن كان برشلونة، بمعزل عن رحيل ميسي من برشلونة. عدمه، لأن صلاح يستحق في هذه المرحلة من مسيرته بأن ينتقل إلى من نادي كبير إلى نادي النخبة، إن كان ريال مدريد أو برشلونة. تمام. الفريقان سيرحبان به في حال كان مطروح في السوق وفي أكيد. حال طرح نفسه. طبعا ريال مدريد أقرب لأن بحاجة إلى لاعب بنوعية صلاح، بكاركتر صلاح أكثر من برشلونة. تمام دينا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهامة جدا. دينا جاركس كانت معنا عبر سكايب، الصحفية اللبنانية المميزة، واتكلمنا معها بالتحديد في الشق الإعلامي وأكثر تحديدا فيما يتعلق بمباراة الأمس ما بين ريال مدريد وبرشلونة. بنشكرها شكرا جزيلا. هروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. يلا، سؤالنا النهارده كان بعد انتهاء دور المجموعات، ايه المطلوب من النادي الاهلي عشان يحقق لقب دوري ابطال افريقيا؟ فكان تفاعل حضراتكم كالاتي. وليد ابو احمد قال اللاعبين فقط يحتاجون الى الراحه بعض الوقت من ضغط المباريات، ده هيبقى صعب ان احنا نتعامل معاه شويه يا وليد، لان احنا عارفين ان في ماتشات كتير جدا ورا بعض وكلها مهمه. خلينا كمان ناخد محمد الناصر اللي قال العزيمه والاصرار على الفوز، ان شاء الله الاهلي قدها العشره يا اهلي، باذن الله الاهلي يكون موفق في حصد هذا اللقب الغالي بالنسبه لكل جماهيره. ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.